اهلا بكم مشاهدينا الكرام في حصاد الفلوجه، معكم محمد الكبيسي ومعكم اسماء زرمان. والبدايه كالعاده بابرز العناوين. الخلافات تعقد مشهد حسم الموازنه، والعطله التشريعيه تهدد بترحيلها الى ما بعد عيد الاضحى. مفوضيه الانتخابات تربط انجاز مهامها اللوجستيه باقرار الموازنه وتحذر من تاخر صرف التخصيصات. صاعقة تنهي حياة مزارع في ذي قار، ذوه يقاضون دائرة الكهرباء ويتهمونها بالتقصير. وفي اليوم العالمي للبيئة، دعوات إنقاذ الأنهار تتصاعد في العراق، التلوث وصل إلى مستويات غير مسبوقة. من أربيل مرورا بكركوك حتى ذي قار، إصابات الحمى النزفية تتفاقم والصحة تستنفر ملاكاتها. البداية اقتصاديا، حيث الخلافات السياسية التي ما تزال قائمة بشأن فقرات قانون الموازنة، لا سيما فيما يتعلق بمواد الإقليم. اللجنة المالية النيابية دعت إلى عقد جلسة هذا الأسبوع لإتمام التصويت، وحذرت من تبعات التأخير خصوصا مع قرب الدخول في العطلة التشريعية. وقد أكد أعضاء في المالية النيابية تكثيف اجتماعاتهم بهدف تمرير الموازنة بعد إجراء مناقلات مالية تبلغ 7 تريليونات دينار. هذا وتعتزم كتل فاعلة بالمشهد السياسي العراقي تقريب وجهات النظر بشأن المواد الخلافية. الساعات المقبلة ستكون حاسمة، هكذا عبر برلمانيون عن حراك إقرار الموازنة، مؤكدين التوجه نحو حسم الفقرات الخلافية عن طريق تصويت الأغلبية، فيما يتجه نواب آخرون إلى جمع تواقيع للضغط من أجل عقد جلسة الحسم في أقرب وقت ممكن. خلال هذا الأسبوع، الأيام المقبلة أو بداية الأسبوع القادم، ممكن أن تكون هناك جلسات لإقرار الموازنة، ونطالب طبعا احنا السيد رئيس المجلس النواب بالعراقي بأن يكون هناك يحدد جلسة لإقرار الموازنة للضرورة. عدم تمرير الموازنة في الأسبوع الجاري سيؤجل التصويت عليها إلى ما بعد عيد الأضحى بسبب العطلة التشريعية التي ستبدأ في 9 من الشهر الحالي، وذهاب بعض النواب إلى أداء مناسك الحج. نحن صراحة 9/6 هو موعد العطلة التشريعية، لأن احنا مددنا شهر اللي هو من 9/5 إلى 9/6، و9/6 هي يعني إجازة لمجلس النواب، وهي حسب القانون والدستور يعني إجبارية، يجب أن يكون هناك إجازة. فإذا ما تم توافق هذا الأسبوع ولم تعقد جلسة، محتمل أن يكون تأجيلها إلى ما بعد العيد. لسفر بعض الأخوة النواب للحاج لربما يخل بالنصاب، وبصورة عامة احنا متوقعين لأنه لربما يعني ما يقارب تقريبا 100 إلى 130 ذولا يعني لا يحضرون، تعودنا بأن هناك هذا العدد لا يحضر في مجلس النواب. وبين ضغط البرلمان وورقة الاتفاق السياسي، تحاول الحكومة حلحلة الأزمة للوصول إلى صيغة ترضي الطرفين وتنعكس إيجابا على الشارع العراقي المنتظر للموازنة منذ أشهر عدة. من بغداد، علي عبد الكريم، الفلوجة الفضائية. للمزيد ينضم معنا عضو مجلس النواب علي جاسم الحمداوي. سيادة النائب، مرحبا بك. ماذا تبقى في عملية إقرار قانون الموازنة؟ حياكم الله وتحية لكل مشاهديكم الكرام. أهلا بك. يعني تدري الموازنة خلال هذه الشهرين أخذت أكثر من اجتماع مهم مع سواء كان داخل اللجنة ومع السادة التنفيذيين، السادة الوزراء ورؤساء الهيئات، لإنضاج هذا القانون اللي نعتبره هو القانون المهم واللي القانون الأهم في تاريخ الموازنات اللي جرت بعد 2003، باعتباره يتحدث عن موازنة ل3 سنوات 23-25، والموازنة الأضخم في تاريخ العراق اللي هي تقدر ب 199 تريليون. فبالتالي اجتماعات كانت مهمة، و
اجتماعات كانت مهمة، وكانت أيضا هذه الاجتماعات تمضي بانسيابية، إلا أنها تعطلت بسبب اعتراض الأخوة في يعني في آخر اجتماعات، تعطلت بسبب اعتراض الأخوة في الحزب الديمقراطي الكردستان على فقرات تتعلق بتصدير النفط، وأخذت هذه الاعتراضات إلى أن وصلت إلى يعني حقيقة إلى مشاكل خلافية. أسبوع كامل تعطلت اجتماعات اللجنة المالية، غدا سيكون اجتماع مهم، كان المفترض أن يكون يوم غدا هو يوم تصويت على قانون الموازنة، بس للأسف الشديد بسبب عدم يعني اتفاق هيئة الرئاسة على أن يكون يوم غد هو اجتماع لإقرار القانون أجل هذا أجلت هذه الجلسة. غدا سيكون اجتماع مهم للجنة المالية، وعلى أثر هذا الاجتماع أكيد ستكون هناك يعني مخرجات. المتوقع أن يكون يوم الخميس هو يوم حاسم في هذا الجدل. احنا كنواب اليوم جمعنا تواقيع من أجل الضغط على هيئة الرئاسة في تحديد جلسة للبرلمان بخصوص هذا القانون. نعم. هل يمكن أن تحدد الجلسة قبل أن يذهب البرلمان إلى عطلته التشريعية؟ يعني احنا عندنا مجال نهاية هذا الأسبوع وبداية الأسبوع القادم، وأعتقد في موضوع العطلة التشريعية قد تدري أنه أكو بند دستوري يشترط أنه العطلة لا يمكن أن تكون عطلة تشريعية في ظل وجود قانون موازنة. يجب أن يكون هناك لقانون موازنة حتى نمضي بقضية العطلة التشريعية. طيب. الاجتماعات متواصلة غدا واجتماعات مهمة، وأعتقد يعني هذه الاجتماعات ممكن تتحقق بها نتائج إيجابية. تأخير وأنتم سيادة النائب المتضرر ما رأيكم؟ هل يمكن أن يرحل موضوع حسم الموازنة إلى ما بعد عيد الأضحى؟ أنا أعتقد الخميس سيكون هو يعني الفاصل في تحديد، أو غدا سيكون باعتبار غدا هو الاجتماع المهم للجنة المالية، وأعتقد يعني اجتماع غدا سيكون هو يعني هو من يحدد أن يكون قرار الموازنة يا أما يوم الخميس أو بعد العيد مباشرة. طيب. عموما اجتماع غدا مهم، يجب أن تعطيل هذا القانون يعني انعكاساته سلبية على حياة المواطن، على الأداء الحكومي، المؤسسات ممكن أن تتعطل في برنامجها، وبالتالي هناك مشكلة كبيرة جدا، وعلى القوى السياسية أن تعي حجم هذا الضرر وأن تشعر بالمسؤولية تجاه هذا. طيب. الوطن. بالحديث عن القوى السياسية سيادة النائب، إلى مدى يمكن أن نشاهد خلال الساعات المقبلة حوارات سياسية على مستوى عالي ربما تحسم موضوع الموازنة؟ كل القوى السياسية متوافقة على إقرار هذا القانون باستثناء الحزب الديمقراطي الكردستاني، اللي هو بينا في بداية حديثنا معترض على الفقرة 13 و14 اللي تتعلق بقضية تصدير النفط، وأعتقد الحراك جاري واللقاءات جارية، ويوم غد هو بينت أنه يوم اجتماع مهم، وأكيد وبعد هذا الاجتماع سيكون هناك جولة من المباحثات السياسية. أعتقد هذا الأسبوع هو أسبوع حسم في إقرار هذا القانون. طيب، ما نوع التسوية التي من الممكن أن يرضى بها إقليم كردستان وخاصة الحزب الديمقراطي الكردستاني من أجل حسم موضوع الموازنة؟ يعني تدري إحنا اليوم الدستور هو المسطرة على كل القوى السياسية، وقرارات المحكمة الاتحادية قرارات باتة وملزمة، وعلى كل القوى السياسية تعي هذا الموضوع. التعديل اللي أجرت اللجنة المالية تعديل كل القوى السياسية اتفقت عليه باستثناء حزب الديمقراطي الكردستاني، وأكيد يجب أن تكون هناك جلسات ومفاوضات مع الأخوة للوصول إلى نتائج مهمة، وهذه النتائج لا تنعكس سلبيا على التجاوز على الفقرات الدستورية أو التجاوز على قرار المحكمة الاتحادية. طيب، هل لا زال الرأي النيابي اليوم مصرا على تمرير هذه الموازنة لثلاث سنوات؟ يعني هناك أغلبية واضحة وهناك اتفاق سياسي على أن هذه الموازنة هي موازنة لثلاث سنوات، وواضع عندكم أنه هي الموازنة دائما سبب لنا مشاكل سياسية وعدم استقرار اقتصادي، وبالتالي أنه من تمضي بموازنة ثلاث سنوات راح تتجاوز هذه المشاكل
وهو فد عامل إيجابي للحكومة أن تؤدي برنامجها بالشكل اللي يتناسب مع حجم التخصيصات اللي خصصت لها، وتبتعد ببرنامجها عن أي ضغط ممكن يعطل عملية عجلة العمل. نعم، عضو مجلس النواب علي جاسم الحميداوي، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا. أعلن تحالف أوبك بلس الاتفاق على مستوى جديد لإنتاج النفط بأكثر من 40 مليون برميل يوميا بداية من العام المقبل وحتى نهايته. وبحسب رويترز فإن أوبك بلس تكون قد خفضت إنتاجها النفطي للعام القادم بنحو 1,400,000 برميل يوميا مقارنة بمستويات الإنتاج الحالية، كما ستشهد روسيا وأنغولا ونيجيريا خفضا كبيرا في إنتاج النفط المستهدف في العام 2024. في الأثناء أكد ممثل حكومة إقليم كردستان في بغداد فارس عيسى أن حكومة الإقليم لم تطلق حتى الآن رواتب شهر أيار للموظفين بسبب عدم توفر السيولة المالية الكافية نتيجة لتوقف تصدير النفط وعدم إقرار الموازنة. وأشار عيسى إلى أنه في حال تأخر إقرار الموازنة سترسل الحكومة الاتحادية خلال الأيام المقبلة قرضا يبلغ 400 مليار دينار يستقطع من حصة الإقليم لتتمكن حكومة كردستان من دفع رواتب موظفيها. الأخبار مستمرة. في ملف الانتخابات، كشفت تقارير صحفية أن نحو نصف الناخبين لن يستطيعوا الذهاب إلى مراكز الاقتراع لعدم امتلاكهم أو تسلمهم بطاقاتهم الانتخابية. أما النصف الآخر فمن المتوقع أن يقاطع قسم كبير منهم الانتخابات المحلية في نهاية العام الحالي. ورجحت التقارير أن عدد المشاركين قد يصل إلى 12 مليون ناخب، ويمثل نسبة مقاربة لآخر انتخابات تشريعية جرت في البلاد. وكان البرلمان قد حدد موعد انتخابات مجالس المحافظات في تاريخ أقصاه 20 من كانون الأول المقبل على أن يترك تحديد يوم الاقتراع لرئيس الحكومة. بدورها ألمحت مفوضية الانتخابات إلى عدم تحديد تاريخ تجري فيه الانتخابات انتخابات مجالس المحافظات، فيما أشارت إلى أن الموعد الأولي هو نهاية العام الحالي. أكدت أن عدد الناخبين الجدد المسجلين بايومتريا وصل إلى 900,000 ناخب. حضر مجلس المفوضين اجتماع مع اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، وناقشوا فيه استعدادات المفوضية لإجراء الانتخابات والشروع بوضع الجدول العملياتي، مؤكدين على ضرورة تحديد الموعد النهائي للانتخابات وتوفير التخصيصات المالية اللازمة لإجراء انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم نهاية العام الحالي، إذ أسفرت جهودهم عن تسجيل أكثر من 900,000 ناخب من ضمنهم المواليد الجديدة لعام 2004 التي بلغت أكثر من 190,000 ناخب، ومواليد عام 2005 التي بلغت أكثر من 97,000 ناخب، في حين بلغ عدد البطاقات البيومترية الموزعة ما يقارب 1,200,000 بطاقة. ربطت مفوضية الانتخابات تأخر إنجاز كثير من المهام الفنية واللوجستية بتأخير إقرار الموازنة، وحذرت من عدم كفاية الوقت. تفاصيل أوفى في سياق هذا التقرير. نحو 250,000 موظف اقتراع سيشاركون في تأمين متطلبات إنجاح العملية الانتخابية أواخر العام الجاري. مفوضية الانتخابات أعلنت جدول عمليات خاضع للمعايير الدولية لتنفيذ التزاماتها الفنية، وتنتظر إطلاق التخصيصات المالية البالغة 150 مليار دينار للمباشرة بمهماتها. قدم رئيس أعضاء مجلس المفوضين ورئيس الإدارة الانتخابية المتطلبات لإتمام العملية الانتخابية، فكان من ضمن المتطلبات هو توفير التخصيصات المالية والمفوضية بانتظار الموازنة الانتخابية لغرض إكمال ما عليها من متطلبات لإجراء الانتخابات في موعدها الحالي. هي الكثير من المتطلبات التي قدمتها المفوضية، منها دعم والإسناد من مؤسسات الدولة، من ضمنها الموازنة الانتخابية والتخصيصات المالية الخاصة بالعملية الانتخابية. تأخر إقرار الموازنة يعد سبباً في عرقلة تنظيم الأمور الفنية، خصوصاً للمتبقي أمام إجراء الاقتراع مدة زمنية قصيرة قياساً بحجم المتطلبات اللوجستية التي تحتاج إليها المفوضية
من تدريب كوادرها وتأهيل المراكز وصيانة الأجهزة وأمور فنية أخرى. تمت المصادقة على إجراءات تحديث سجل الناخبين لانتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم لسنة 2023، وسيكون الأسبوع المقبل إن شاء الله بداية التدريب الذي يستهدف أكثر من محافظة، عدد المراكز أكثر من 900 مركز، تسجيل استعدادا لافتتاح هذه المراكز بغية استقبال الناخبين لغرض تحديث بياناتهم بيومتريا، ومن ثم استلام بطاقة الناخب البيومترية التي ستطبع لاحقا والموجودة، وبعض البطاقات الموجودة حاليا في مراكز التسجيل. عقبات أخرى تقف في طريق إنجاح العملية الانتخابية تتعلق بتحديث سجلات الناخبين وتسلم البطاقات البيومترية للمواليد الجدد، خصوصا أن هناك نحو 10 ملايين بطاقة ما يزال مصيرها معلقا بمدى استجابة أصحابها لتسلمها. على الحديد، قناة الفلوجة، بغداد. وللمزيد ينضم إلينا الباحث في الشأن الانتخابي السيد دري التوفيق. أهلا بك ضيفي الكريم. بداية، كيف تقيم ربما الوضع اللوجستي والفني لاستعدادات الانتخابات المحلية في ظل ربما تأخر إقرار الموازنة؟ مساء الخير على جنابكم وعلى قناتكم الكريمة، تحية حب وتقدير لمشاهديكم الكرام. طبعا لازم نذكر نقطة أساسية، أنه كل انتخابات تحتاج إلى ركنين أساسيين. الركن الأول هو الدعم المادي، والركن الثاني هو الدعم القانوني، هو قانون انتخابات. تم إصدار قانون انتخابات وتهيئته وكتابة إجراءاته، لكن الركن المادي هو ركن مهم، لأنه الجدول الزمني التي تقرر المفوضية أو أي مفوضية بالعالم هو جدول مبني على أساس مراحل بالإنجاز، أي أنه كل مرحلة تحتاج إلى كلف مالية معينة. على سبيل المثال، عندنا المرحلة الأولى هي مرحلة إصدار الهويات البيومترية، مثل ما نص القانون على أنه ضرورة الهوية البيومترية، لأن لا يسمح بالتصويت فقط بالهوية البيومترية. هذه من ناحية. من ناحية أخرى، ورقة الاقتراع وطباعتها. من ناحية ثانية، تدريب الأمور اللوجستية لتدريب مراكز التسجيل وموظفي مراكز التسجيل. والجزء الأهم هو موظف يوم الاقتراع. آخر انتخابات كان عندنا بحدود 309 ألف موظف يوم اقتراع، لأنه كان العراق كله يشارك بالانتخابات. لكن في هذه الانتخابات، وأقصد بها انتخابات المحلية، لا يشارك فيها محافظات كردستان، أي أنه 15 محافظة. فيوصل عدد موظفين الاقتراع اللي يحتاجوهم اليوم واحد بحدود 250 ألف موظف. من ناحية. من ناحية أخرى، عدد مراكز التسجيل بالعراق كله هو تقريبا 1079 مركز تسجيل، لكن في هذه الانتخابات مثل ما قلت مسبقا أنه سوف يكون بحدود 900 مركز تسجيل. فلهذا الركن المادي مهم جدا. طيب، في الركن المادي بالضبط نتحدث ضيفي الكريم، حدد خصص ما خدر ب 150 مليار دينار ربما فقط لتحديث سجل الناخبين. المفوضية الآن ربما بحاجة إلى مبالغ أخرى لتغطية كلفة مفوضي الاقتراع، المراقبين والوكلاء، في ظل عدم تمكن البرلمان من إقرار الموازنة. طيب، من المفترض أن نشهد ربما خلال الفترة القادمة تدريب حوالي 250,000 موظف، وأيضا تنظيم الكثير من الأمور الفنية المعقدة. ما تبقى من فترة زمنية لغاية انتخابات الشهر 12 كافية برأيك؟ بصراحة، إذا تم تسديد المبالغ أما عن طريق الاقتراض وهذا المشروع متوقع، أو عن طريق الموازنة إقرارها، فممكن تلحق المفوضية. لأنه قانون الانتخابات ألزم العملية الانتخابية في نهاية شهر 12 يوم 20، فبذلك أنه إذا يعني طبعا ممكن تعتذر المفوضية إذا ما توفرت الركن الثاني اللي هو الركن المادي، فممكن تعتذر المفوضية عن الاستعداد. لكن أنا أتصور هناك فسحة مجال، وأتصور يعني إن شاء الله الحكومة واعية لهذا الموضوع، ممكن تحل عن طريق أما الاقتراض من البنك المركزي، أو ممكن أنه تقر الموازنة في أسرع وقت إن شاء الله. طيب، فيما تعلق بأبرز التحديات ربما التي تواجهها المفوضية بالنسبة لتحديث سجلات الناخبين برأيك، خصوصا أنها ستنطلق في تموز؟
بصراحة ست أنا أريد أستوقف داين نقطة، نقطة مهمة حقيقة. مثل ما قلت جنابك أنه قانون الانتخابات يعني أوصى بأنه عدم القدرة لأي ناخب أنه يصوت بالانتخابات إذا ما كان لم يمتلك بطاقة بايومترية، يعني شرط الامتلاك البطاقة البايومترية يلا يقدر يصوت، هذه من نقطة. لذلك إحنا عندنا المواليد الجديدة اللي هي تبدأ من 2001 و2002 و2003 و2004 وانضافت لهم هسه 2004 و2005 في هذه الانتخابات، ضروري جدا أن يحدثوا بطاقته البيومترية. وأيضا هناك كمية لا يستهان بها من البطائق يجب على المواطنين يحدثوا أن يستلموها. أكو نقطة أحب أذكرها، أنه في الانتخابات السابقة كانت سمح بالتصويت بالهوية قصيرة الأمد لكن تم سحبها. فأخواني اللي شارك بهذه الانتخابات عليه أن يحدث بياناته، لأنه ما ممكن لأي أحد أنه يستخدم الهوية قصيرة. نعم، وكثر الحديث ضيفي الكريم بين البطاقة البيومترية والبطاقة الإلكترونية، كيف ستتم عملية الانتخابات الانتخاب المقبلة؟ البعض شكك بالبطاقة الإلكترونية، الأفضل ضيفي الكريم؟ الأفضل طبعا ما أقر بقانون الانتخابات الاعتماد على الهوية البيومترية، لأنه الهوية البيومترية سوف يكون في عدة التحقق بصمة الناخب وصورة الناخب. نعم. فبالنتيجة ما ممكن لأي أحد يستطيع أنه ينتخب بهوية غيره، وهذه ما راح تصير، مستحيلة يعني. إذن طبعا أكثر رصانة وأكثر حصانة راح تكون هوية لكن التحدي الكبير أمام الناخب أنه عليه أن يحدث بياناته وينطي المجال للمفوضية حتى تلحق تطبع له هوية البيومترية ويشارك بالعملية الانتخابية. طيب ضيفي، نريد أن نستفسر من حضرتك، خلال الانتخابات السابقة تم اعتماد البطاقة البيومترية عند النازحين فقط، الآن الانتخابات القادمة ما الذي نستفسر من حضرتك؟ ما هي البطاقة التي ستعتمد؟ تعتمد البطاقة البيومترية حصرا في هذه الانتخابات وفق المادة القانونية المقررة في قانون الانتخابات. لذلك من لم يمتلك بطاقة بيومترية لن يستطيع المشاركة بالانتخابات، وسوف يعني ما ممكن أنه يقدر يشارك بالانتخابات، وسوف لن يستطيع بإدلاء صوته. وحقيقة الحق الانتخابي لن يستطيع ممارسته إذا لم يمتلك البطاقة البيومترية. هل بحوزتك ربما أرقام ضيفي الكريم عن عدد الناخبين الذين لم يستلموا أقول بطاقتهم الانتخابية لحد الساعة؟ بصراحة ما موجودة، ما متوفرة عندنا هذه الأرقام، لكن المفوضية دائما موقف أسبوعي تقريبا تصدر بهذه الأرقام. هناك، خلينا نكون متفائلين، هناك بعض الأشخاص اللي الآن يذهبون إلى استلام بطائقهم، لكن الأرقام لا يستهان بها، أرقام كبيرة موجودة حاليا ما مستلمية لحد الآن، وخصوصا الشباب. وفيما تعلق بشأن إقامة انتخابات إقليم كردستان، هل بإمكان المفوضية الحالية في بغداد إجراؤها؟ مفوضية ست، أريد أقف عند هاي النقطة حقيقة. أي انتخابات ما ممكن أن تجرى إلا وفق جدول زمني، لذلك ما ممكن أنه تجرى المفوضية أي انتخابات إذا ما كان هناك جدول زمني، وخصوصا في كردستان هناك مفوضية في الإقليم والمفوضية المركزية اللي هي مفوضية عليها مستقلة الانتخابات. يجب أنه يكون هناك لجنة مشتركة ما بين الطرفين حتى يقر قانون، العفو، حتى يقر جدول زمني لهذه العملية الانتخابية، ويتم العملية، لأنه راح يحتاجون أجهزة المفوضية من عدة التحقق، من صناديق الذكية اللي يستخدموها اللي هي تصدر نتائجها وفق سريعة العد الفرز. هذه الأجهزة مهم جدا أنه تستخدمها. لذلك أنا أتصور المفوضية لن تكون عاجزة، لا بالعكس تقدر أنه تمارس هذا العمل، لكن يجب أن يكون هناك تنسيق. هناك بعض الحقيقة بعد ما تمت المحكمة الاتحادية طعن في قانون الانتخابات اللي موجود في كردستان، يجب اليوم أنه تهيئ الأرضية قانونيا وإداريا لحل هذا الموضوع.
نعم، وإن حدث ذلك وتم تهيئة الأرضية بالنسبة للانتخابات، هنالك ربما تخوف كبير من المقاطعة، مقاطعة المواطن للصناديق الانتخابية. تعليقك ضيفي الكريم والسيناريو المتوقع بالنسبة للإقبال. حقيقة سيد، خليني استذكر نقطة كلش مهمة. ما ممكن أي تغيير سياسي بالعراق فقط عن طريق صندوق الانتخابات، هذا ما تعودنا عليه بعد 2003. هذه المرحلة الجديدة اللي يمر بها العراق خلال 20 سنة أثبتت لا يوجد طريقة لأي تغيير سياسي، ولا يوجد أي طريقة لتبديل العمل السياسي ودعم القوة السياسية الناضجة، على سبيل المثال من يراها ناضجة ومن يراها أنه تلبي طموحها، فقط عن طريق صندوق الانتخابات. لذلك المقاطعة لن تنفع في شيء، بالعكس المقاطعة سوف تضر ولا تنفع. الثقافة الانتخابية هي ثقافة عالمية، يجب أن يتمتع المواطن العراقي بهذه الثقافة وأن يشارك في الانتخابات ويدلي بصوته. لأنه هناك على سبيل المثال اليوم عندنا الحكومة المركزية بالعراق دا تجري بعض التعديلات، دا تشتغل، من أراد أنه يدعمها عليه أن يشارك بالانتخابات وأن يدلي صوته، ومن أراد أنه ومن يرى أنها لم تحقق طموحاته فيذهب إلى هم الانتخابات في سبيل أنه يوقف عملها. فبالنتيجة المتغير الوحيد اللي قادر على تغيير الانتخابات الحكومات سواء كانت محلية أو كانت حكومة مركزية فقط صندوق الانتخابات. اتضحت الصورة. الباحث في الشأن الانتخابي السيد دريد توفيق، شكرا جزيلا لك. الأخبار مستمرة. أصدر القضاء أحكاما بالإعدام على 8 من تجار المخدرات بينهم أجنبيان في العاصمة بغداد، كما حكم بالسجن المؤبد على 3 تجار آخرين في محافظتي النجف وميسان. نعم محمد، وأكد بيان لمحكمة جناية الرصافة إصدار أحكام إعدام بحق 8 مجرمين من بينهم أجنبيان ضبطت بحوزتهم مواد مخدرة تم استيرادها من دول أجنبية وترويجها داخل العراق، فيما أصدرت جناية ميسان حكما بحق مجرمين اثنين بالسجن المؤبد لتجارة المخدرات. وفي النجف حكم أيضا بالسجن المؤبد على مجرم ضبطت بحوزته مادة الكريستال المخدرة. هذا وقبضت وكالة الاستخبارات على شخص يدير مافيا تسول باستغلال الأطفال في العاصمة بغداد. وبناء على معلومات دقيقة فقد ألقت مفارز الوكالة القبض على شخص يستدرج أطفالا ممن تبلغ أعمارهم من 10 إلى 12 عاما لزجهم في التسول ومضايقة المارة ضمن مناطق الكرادة وشارع أبو نؤاس وسط بغداد، مبينة أن المتهم يتسلم في نهاية كل يوم 50,000 دينار من هؤلاء المتسولين. في ذي قار وتحديدا قضاء سيد دخيل صاعقة كهربائية تنهي حياة مزارع وذووه يتهمون دائرة الكهرباء بالتقصير. المزيد مشاهدينا الكرام في سياق هذه المراسلة. لم يكن يعلم مسر أن العمل في مزرعته قد ينهي حياته. صاعقة كهربائية من الأسلاك المتهالكة وسط بستانه أنهت حياته ليترك وراءه 4 أطفال بسبب تردي المنظومة الكهربائية في أحد قرى قضاء سيد دخيل شرق الناصرية التي تعاني من الإهمال. يعني أنا والدي نعمل بقاعنا وما عندنا غير هاي القاع عايشين عليها، لا راتب ولا معين، نشتغل بقاعنا هنا وكضل تيل وتكهرب، وانا الوحيد وانا وحدي معين وما عندنا لا راتب ولا خير. عندك يعني قدكم عيال؟ اخواني 3 وانا الرابع، وجايين طالبهم اكثر من مره ما يجون. المحوله من النت ركضت للمحوله فصلتها ما تصل دامجه لمن يبس ومات. اهالي الضحيه بينوا انهم طالبوا دائره كهرباء سيد دخيل اكثر من مره بصيانه الاسلاك ولكن دون فائده، لافتين إلى أنهم تعرضوا إلى مساومة ملخصها التنازل عن دعوة ولدهم مقابل صيانة كهرباء المنطقة بحسب قولهم. إيه هنا المرحوم القاعة وصل هنا هو وابنه كضته، فصل المحاولة ما انفصلت المحاولة، المحاولة بها دمج ما تنفصل،
بعد كتلتها بالمكان شلناها للمستشفى توفى. يعني على ساعة طق بيوتنا احنا 11 بيت على ساعة نروح قفض يعني نحترق حرق. زين؟ ظلت لو يجون يشيلونها ويقولون خلونا بلاية كهرباء، يشيلونها شلع ما اريد كهرباء. لو تحرقنا احنا 11 نفر 11 بيت تحرقنا على اساس خلي يشيلونها ما اريد كهرباء. مطالبني شوفوا لنا حل، شوفوا لنا حل الكهرباء قضاء سيد دخيل. هسه هم بس تحكي عليهم يقول لك احنا واضع عشائري وكذي، لا خلي يجون شوفوا لنا كادير يغيرون الكادير، شوفوا لنا هم مسؤوليتهم. البارحه وقعت السلك علينا والله العلي العظيم، هسه اخذك تصورها اكثر من 5 سلك تقطعنا ووقعنا علينا، عطلنا كهرباتنا، الاجهزه الكهربائيه كلها تعطلت واحترقت الجلوبات وبسط المنطقه، طاحت بسط المنطقه. مصير مسهر الذي لقى حتفه نتيجة صعقة كهربائية قد يتجدد في سيد دخيل وكثير من مناطق ذي قار التي تعاني من تراجع الطاقة الكهربائية بسبب رداءة الأسلاك الكهربائية، فضلا عن إهمال صيانتها بسبب ضعف التخصيصات المالية. من ذي قار سعد الركابي. في الملف الخدمي، بحث رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني مع اللجنة العليا للإعمار في محافظة نينوى أوضاع شركات الصيرفة في المحافظة، موجها البنك المركزي بحل الإشكاليات والعقبات التي تحول دون عودة هذه الشركات إلى ممارسة كامل أعمالها وخدماتها لمواطني نينوى. ووجه السوداني خلال الاجتماع بمتابعة المشاريع المحلية وصندوق الإعمار والمشاريع الممولة من المنظمات والجهات الدولية، كما وجه بوضع خطة متكاملة لرفع الأنقاض والمخلفات التي تسببت بها الأعمال الإرهابية وعمليات التحرير، فيما أقر الاجتماع الشروع في إعمار فندقي نينوى الدولي وآشور، وكذلك مشروع إنشاء الجسرين السادس والسابع والشارع الحولي لمدينة الموصل. أكد وزير العدل خالد شواني أن ملاحظية التسجيل العقاري في سمراء عليها علامات استفهام كثيرة ومشكلات متراكمة بحاجة إلى حلول جذرية، فيما بيّنت الدائرة أن عدد الموظفين في الدائرة غير كاف للقيام بمهامها. قدر التعلق الأمر بوزارة العدل، زيارتنا اليوم تأتي لغرض اطلاع على الأوضاع الدوائر العدلية في محافظة صلاح الدين، وقد بدأناها بزيارة ملاحظية سامراء التسجيل العقاري. هذه الملاحظية عليها ملاحظات كبيرة وعانت في المرحلة الماضية خلال 10 سنوات الماضية من مشاكل كبيرة، منها تتعلق بتلاعب بسجلات التسجيل العقاري في هذه الملاحظية، العبث بممتلكات العامة والممتلكات الخاصة للمواطنين. كان هناك إجراءات قضائية ضد البعض، لكن هذا المشاكل أصبحت مشاكل متراكمة يحتاج إلى حلول غير حلول استثنائية لغرض معالجتها. احنا نحتاج إلى 20 موظف تقريبا. ليش؟ لأنه الرقعة الجغرافية لمدينة سامراء كبيرة جدا، مقاطعات احنا عندنا بحدود 9 مقاطعات بالإضافة إلى الزراعية. الزراعية طبعا حدود سامراء تشمل من بلد التكريت للضلوعية، فهاي العملية يحتاج لها إلى عدة موظفين. أنا هسه ما عندي موظفين يروح يجيب لي إضباره وينزل لي إضباره، أحتاج لهذا. مساح ما عندي، يجيني مساح يومين بالأسبوع من تكريت ينسب لي أبو تكريت يومين أربعاء وخميس حتى يمشي. أطلق الناشطون في محافظة نينوى حملة لإنقاذ نهر دجلة من التلوث، خاصة بعد ارتفاع نسبة الملوحة والأحماض فيه نتيجة كثرة مصبات المياه الآسنة والملوثة. وذكر الناشطون أن المياه الآسنة والملوثة ستتجمع في المحافظات الجنوبية، ما يؤدي إلى حدوث أزمات جديدة في البلاد، لافتين إلى أن خفض مناسيب المياه سيزيد من تلوث المياه. نعم، يوجد هناك تلوث في نهر دجلة بسبب وجود المصبات. التلوث الذي نتحدث عنه ليس تلوث 100%، لكن هو بالتالي ومع مرور الزمن وتزايد أعداد المصبات بالتالي ستكون هناك نسب كبيرة من المياه ملوثة. فقط في مدينة الموصل هناك أكثر من 20 مصب، كل هذه المصبات هي عبارة عن مياه آسنة وملوثة تصب في نهر دجلة. لانخفاض المناسيب أكيد يأثر، لأنه أنت المصبات هي نفسها، فعملية
التخفيف راح تكون يعني التراكيز تكون أكثر، نتيجة التخفيف يعني راح يختلف مع تصريف أقل، فيحتاج أنه نعالج هذه المصبات، أن ننشئ محطات، أن نغلق اللي يلوث حتى نخفف من اللود على نهر دجلة، ونعمل إدارة جيدة لعملية إدارة المياه بالنسبة للسدود وانطلاق المياه سواء من سد الموصل أو من الثرثار وغيرها. كلما سار النهر مسافات بالكيلومترات كلما يعني شئنا ما بين تلوث يزداد به بشكل أو بآخر. نعم، هذه الحالة تستوجب من المسؤولين، تستوجب من الجهات المعنية وضع حلول لمعالجة المياه، لأنه كما نحن بحاجة إلى كمية المياه فإننا بحاجة إلى نوعية كمية المياه، فإننا بحاجة إلى أن تكون نوعية جيدة على الأقل للاستخدامات البسيطة. إلى ذلك أكدت وزارة الإعمار والإسكان أن مديرية مجاري نينوى وصلت إلى مراحل متقدمة في معالجة وتصفية مياه المجاري واستغلالها في السقاية لمواجهة أزمة المياه. اليوم محطة المعالجة في الجانب الأيسر نسبة إنجازها وصلت إلى 89%، محطة المعالجة في الجانب الأيمن وصلت نسبة إنجازها 63%. ما يجب أن يفقه به المواطن الموصلي، محطات المعالجة مهمة جدا، محطة المعالجة سيأتي يوم ويذكر أهالي هذه المدينة أهمية هذه المحطات كونها ستسهم بشكل كبير بإعادة تدوير المياه بالمدينة ومعالجة الشحة التي يتحدث عنها الجميع، التي ستمر بها المنطقة بصورة عامة. هذه المحطات ستنتج مياه صالحة للسقي بالإمكان معالجتها لتكون صالحة للاستخدام المدني. باشرت الآليات الخدمية رسميا في عملية استكمال مشروع مجاري غرب عقوبة، وذلك لإنهاء معاناة مئات الآلاف من المواطنين هناك. تفاصيل وفاء في سياق هذا التقرير. هنا غرب مدينة بعقوبة، حيث النسبة السكانية الأعلى في ديالى التي تجاوزت 250,000 نسمة، عشر سنوات مرت والآلاف يعيشون وضعا خدميا مأساويا. فمشروع الصرف الصحي متوقف، ما جعل المدينة عبارة عن مسطحات للمياه الآسنة. مشيت غرقانين من المي، مجاري ماكو، وبالصيف كاتلنا التراب والحار، تبليط ماكو. اليوم وبعد جهود النائب طه المجمعي تمت المباشرة بالمشروع، فقد دخلت الآليات إلى هذه المناطق المنكوبة خدميا. في مرحلة أولى ستتبعها مراحل عدة لإنجاز شبكات صرف صحي، بالإضافة للأرصفة وإكساء الطرق التي ستسهم في تغيير الواقع الخدمي المتردي. مباشرة بتهيئة الموقع الرئيسي اللي راح يصير مكان الإدارة، إضافة إلى معلم المنهارات اللي راح يصير هنا. هذا موقع واحد، الموقع الثاني إن شاء الله بالمحطة الرئيسية. سوف تكون حملة قوية إن شاء الله بعد إكمال المجاري بأرصفة والتبليط، وهذا ما اتفق عليه مع السيد النائب، سوف تكون مفاتحة الوزارة. وعود أطلقها المجمعي أبان فترة الانتخابات بتنفيذ مشروع غرب بعقوبة، واليوم يرى النور ليثبت المجمعي خدمته للأهالي من خلال العمل البرلماني الذي يصب في مصلحة الطبقة المهمشة منذ أكثر من 10 أعوام. وفينا بالعهد الذي قطعناه قبل الانتخابات في مشروع مجاري غرب وعقوبة، المشروع المتلكي طيلة 12 سنة. حاليا اليوم بدأ العمل وراء النور. هذا المشروع يعتبر البنى التحتية لهذه المناطق بالكامل، راح تنقل هذه المناطق من مرحلة إلى مرحلة ثانية. من محافظة ديالى، عمر العبيدي، قناة الفلوجة. ومن النجف، السفير البريطاني يجدد دعم الحكومة العراقية ويؤكد تطلع لندن لزيادة الاستثمارات في العراق. نتابع. زيارة هي الأولى من نوعها منذ سنوات عديدة. السفير البريطاني يزور النجف ليتحدث عن تفاصيل الدعم المقبل للعراق الذي سيشمل ملفات اقتصادية وثقافية عدة. زيارة الأولى للنجف الأشرف بالنسبة لي،
بدأنا اليوم بالزيارة إلى جامعة كوفة وكلامنا مع بعض بالنسبة للتعاون والتنسيق بين المجلس الثقافي البريطاني والجامعة، خاصة بالنسبة للغة الإنجليزية ولكن في عدد من المجالات الأخرى. بدأنا زوت عتبات إمام علي عليه السلام، وبدو في لقاء جيد بالمعجة النجيفي وكلامنا مع بعض بالنسبة عدد الموضوع، على سبيل المثال حرية الأديان، تريا المناخ. السفير البريطاني أكد أيضا أن المملكة المتحدة تولي دعم القطاع الخاص العراقي اهتماما كبيرا بما ينعكس على تطوير البنى التحتية وإنعاش الاقتصاد الوطني. في تعاون بالنسبة للاقتصاد، في برنامج لدعم جهود الحكومة بالنسبة لبناء القطاع الخاص بالنسبة لإصلاح الاقتصاد بشكل عام، لأن مهم أن إحنا يعني نسعد الحكومة لحلق الفرص العمل بالنسبة للشباب العراقي وتوسع مصدر الإيرادات بالنسبة للحكومة. وهذا يستمر وفي برنامج محدد للفترة الجاية. وأشار السفير البريطاني إلى دعم حكومته المطلق للحكومة العراقية، وبين أن الشركات البريطانية ستدخل السوق العراقي بقوة لا سيما في مجال الاستثمار النفطي. من النجف، طاهر العساف، قناة الفلوجة. الأخبار مستمرة. حذرت وزارة النفط أصحاب المولدات المجهزة بالوقود من رفع سعر الأمبير والوحدات الإدارية المخالفة مما تطلب وتسلم كحصص للمولدات غير العاملة باتخاذ إجراءات قانونية بحقهم. وأكدت الوزارة في بيانها التحذيري عملها على تسجيل أصحاب المولدات غير المسجلين سابقاً، ولفتت إلى أن ضبط التسعيرة مرتبط هو بتفعيل الدور الرقابي لشركة توزيع المنتجات النفطية وإرسال فرق ميدانية لتنفيذ جولات تفتيشية عشوائية على أصحاب المولدات. وفي الملف الصحي، سجلت أربيل وفاتين وإصابة واحدة بوباء الحمى النزفية، وفي كركوك بلغ مجموع الحالات المصابة بالحمى 3 حالات بينها وفاة واحدة. صحة أربيل أكدت تعزيز إجراءاتها الرقابية على محل القصابين والمجازر للتأكد من سلامة اللحوم، إضافة إلى نشر فرق تراقب وضع المرضى بالمستشفيات والإجراءات الطبية المتخذة معهم. من جانبها ذكرت صحة كركوك أن فرقها مستمرة بحملات رش الحظائر والماشية للقضاء على الوسيط الناقل للفيروس، وأرجعت ظهور الإصابات إلى نقل الحيوانات من محافظات ينتشر فيها الفيروس. بحث فريق مشترك من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية الواقع الصحي في محافظة ذي قار والإجراءات المتخذة للسيطرة على وباء الحمى النزفية، مؤكدا تكثيف حملات التوعية الصحية لمنع ظاهرة الجزر العشوائي ورش المبيدات من أجل الحد من انتشار المرض خدمة للصالح العام. وأكدت وزارة الصحة أن الدور الأساسي في مكافحة الحمى النزفية يقع على عاتق وزارة الزراعة من خلال مكافحة حشرة القراد الناقلة للفيروس، كما دعت وزارتي الداخلية والبلديات إلى معالجة موضوع الرعي العشوائي ونقل الحيوانات بشكل غير صحيح بين المدن والمحافظات. وبينت أيضا أن أغلب الإصابات هي لمربي الماشية والقصابين، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن أغلب الإصابات قد تماثلت للشفاء وأن الوفيات تعود لأشخاص تأخروا في مراجعة المؤسسات الصحية. من جانبه أكد رئيس لجنة الصحة النيابية ماجد شنغالي أن أكثر من 57% من موازنة وزارة الصحة تذهب للرواتب، مشددا على حاجة الوزارة إلى مزيد من المبالغ لتأهيل وبناء مشاريع أخرى. الصحة تمويلها في هذه الموازنة أفضل من السابق، ولكنها ما زالت دون مستوى الطموح. 10 تريليون و7 مليار كنفقات تعويض موظفين وتشغيلية واستثمارية، مبلغ قليل جدا، 57.5% من هذه الميزانية تذهب كدفع رواتب فقط، وبالتأكيد هذا يثقل كاهل الوزارة.
لذلك نحتاج إلى مبالغ أكثر خاصة في مجال النفقات التشغيلية للمؤسسات الصحية والنفقات الاستثمارية لتأهيل وأيضا بناء الكثير من المشاريع الأخرى. في السياق الزراعي أيضا، الحكومة المحلية في الأنبار تتحرك لتوفير نوعيات من البذور. هذه النوعيات تقاوم التغير المناخي، وذلك في خطوة لدعم الفلاح الأنباري. مزيد من التفاصيل في سياق هذه المراسلة. بالتزامن مع انخفاض منسوب المياه في نهر الفرات وتراجع حجم المساحات المزروعة في الأنبار، بادرت الحكومة المحلية وبالتعاون مع دائرة الزراعة في المحافظة من أجل توفير متطلبات الفلاح من أجهزة ري حديثة تساعدهم في ترشيد المياه والاستفادة من الحصة المائية، فضلا عن حفر آبار ارتوازية في الأراضي البعيدة عن النهر. بتوجيه من السيد محافظ الأنبار الدكتور علي فرحان بمتابعة ملف الزراعة، وشرفنا أيضا بزيارة اللجنة العليا لدعم الفلاحين اللي من بغداد اللي شكلها دولة رئيس الوزراء لدعم الفلاحين ودعم الزراعة في محافظة الأنبار وكل المحافظات العراقية. اليوم إن شاء الله خطة المحافظة لدعم الزراعة في المحافظة، لهذه حقيقة الزراعة مهمة جدا. اليوم الحمد لله وصلنا لحلول لتخفيف عن معاناة الفلاحين لهذا الموسم إن شاء الله. دائرة الزراعة من جانبها أكدت عزمها على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الصيفية للموسم الحالي ودعمها للفلاح من خلال توفير البذور المقاومة للتغير المناخي، فضلا عن الأسمدة والمبيدات من أجل النهوض بالقطاع الزراعي وزيادة المساحات المزروعة بعد أن تقلصت إلى الربع خلال الفترة الماضية. أما ما قامت به مديرية الزراعة من تسجيل الفلاحين وتوزيع عليهم المبيدات بصورة مجانية وكذلك تسليمهم كتب التسويق وتسهيل عبور المزارعين المسوقين من السيطرات بالتعاون مع القوات الأمنية. فيما يخص الخطة الصيفية، قمنا حاليا برفع الرقم المتوقع من زراعة المحاصيل الخضر الصيفية إلى وزارة الزراعة بانتظار الموافقة لكي يتم توزيعها على الشعب الزراعية. هذا وحذر فلاحو الأنبار من الهجرة صوب المدن في حال أخفقت الجهات الحكومية في توفير الدعم الحقيقي للمزارعين، لا سيما مع اتساع رقعة الجفاف في عموم العراق. من الأنبار إدريس يحيى، قناة الفلوجة. إلى أربيل، حيث تشهد مراكز التجميل انتعاشا في عملها بسبب قلة التكاليف المادية مقارنة بدول الجوار. تفاصيل أوفى في سياق هذا التقرير. تشهد مراكز التجميل المرخصة طبيا والمنتشرة في العديد من الأحياء السكنية في مدينة أربيل إقبالا كثيفا على إجراء عمليات التجميل، فهي تستقطب مئات السائحين والمقيمين والوافدين إضافة إلى سكان المدينة لتجنب تكاليف السفر الباهظة لإجراء هذا النوع من العمليات. أربيل هسه صار وجهة صراحة مو لكل العراق، حتى هسه بالخارج بأوروبا وبتركيا وبإيران يجون على أربيل يسوون عمليات تجميلية وغير تجميلية. الترخيص بأربيل موجود طبعا، احنا ماكو اي مركز بأربيل يقدر يعني يفتح غير لا يكون عنده ترخيص مجال التجميل. واصبحت عمليات التجميل عند شريحة واسعة من المجتمع هوسا لطالما انتقدت أوساط شعبية، فيما بات حاجة ملحة عند كثير من الأشخاص الذين يعانون من تشوهات جسدية تعرضوا لها بسبب الظروف التي عاشها العراق خلال الفترات السابقة. أغلب البنات اتجهوا على أربيل لإجراء عمليات التجميل، لأن أكو بنات صراحة هواية يخافون أنه يسلمون نفسهم لأي دكتور، فمثل ما نشوف أنه بأربيل دكاترة ما شاء الله كلش شاطرين. هنا عندنا أغلبية المراكز أو كل المراكز مرخصة من قبل الصحة بمتابعة الصحة على شكل دائر مدار السنة، بينما بمحافظات ثانية ممكن نلقى كذا مركز مو مرخص. بات طب التجميل اليوم في تطور كبير بعد إدخال العديد من التغيرات عليه، فلم يقتصر على التداخلات الجراحية بل تعدى لأكثر من ذلك باستخدام أجهزة ومستحضرات جديدة. بشير الحسن، قناة الفلوجة، أربيل. بذا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية حصاد اليوم، نذكر بأبرز العناوين. الخلافات تعقد مشهد حسم الموازنة، والعطلة التشريعية تهدد بترحيلها إلى ما بعد عيد الأضحى. مو
مفوضية الانتخابات تربط إنجاز مهامها اللوجستية بإقرار الموازنة وتحذر من تأخر صرف التخصيصات. صعقة تنهي حياة مزارع في ذقار، ذووه يقاضون دائرة الكهرباء ويتهمونها بالتقصير. وفي اليوم العالمي للبيئة، دعوة إنقاذ الأنهار تتصاعد في العراق، التلوث وصل إلى مستويات غير مسبوقة. من أربيل مروراً بكركوك حتى ذيقار، إصابات الحمى النزفية تتفاقم، الصحة تستنفر ملاكاتها. الفلوجة دوت تي في للمزيد من الأخبار، كما يمكنكم متابعتنا وتواصل معنا على فيسبوك، تويتر ويوتيوب. في أمان الله، إلى اللقاء. We'll be right back.